أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية واعتقلت شابين من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرى ومنها رمانة والطيبة وعنين غرب جنين وقرية الفندقومية جنوبا ومدينة الخليل وبلدة حلحول شمالا، بالتزامن مع تواصل اقتحامه لقرية جلمون شمال شرق المحافظة لليوم الثاني على التوالي.